بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو تشاهدون معي كيفية صنع هذا القالب البسيط الذي يمكن به عمل هذا النقر المائل لشبابيك النوافذ، وفي بعض الأحيان أيضا لبعض الخزائن، بعض أبواب الخزائن يكون شكله هكذا. وقد قمت بعدة محاولات إلى أن تمكنت من صنع هذا القالب الصحيح، وسوف ترون معي إن شاء الله كيفية عمله، وهو سهل جدا وبسيط. تلك القطعة من الخشب الرقائقي نقوم بحفر مجرى فيها، وذلك المجرى تستقر فيه هذه القطعة من الخشب، وهذه القطعة هي التي سيكون عليها هذا الحفر المائل، وهي غالبا ما تكون 33 ملم، يعني أخشاب مخصصة لشبابيك النوافذ. نبدأ عملية الحفر لهذا المجرى. الحفر يكون من الجهتين، لأن القالب سوف نستعمله من الجهتين، يعني من الجهة العلوية والجهة السفلية، لأنه سيكون لدينا حفر نحو اليمين وآخر نحو اليسار. وهو ذا سمك المجرى المحفور مساوي لسمك الخشب المراد الحفر عليه. نحدد منتصف هذه القطعة، نضع قطعة خشبية مستقيمة والتقاطع هو المنتصف تماما. نحدد المنتصف، ثم بعد ذلك نأخذ قياس هذه الزاوية، ثم بعد ذلك ننسخها هنا. ثم بعد ذلك نأخذ هذا القياس للراوتر من هذا الطرف إلى هذا الطرف، ونقوم برسمه هكذا. لابد أن نرسم خطين يمثلان هذا العرض. سوف نضع لوحين خشبيين ونثبتهما حتى تسير الراوتر وفقهما، ثم لابد من وجود قطعة هنا وأخرى هنا تحدد المسافة، ونعرف ذلك عن طريق العملية البسيطة. نقوم برسم خطين متوازيين، ثم نثقب بالراوتر، نثقب ثقب هنا وآخر هنا، ونحدد. نثقب هنا ثم نضع العلامة من هذه الناحية، ثم مع الناحية الأخرى بنفس الطريقة، وهكذا نعرف المسافة المقطوعة. وهذه المسافة هنا هي نفس هذه المسافة من هنا إلى هنا، تكون حوالي 3 سنتيمتر. وهذه المسافة المقطوعة هنا، يعني التي قطعتها الراوتر أثناء الحفر، هي التي سنحددها هناك كما سنرى الآن. في المنتصف نرسم تقاطع لهذا المستقيم بواسطة أداة الزاوية القائمة، الآن نأخذ قياس هذه المسافة ونضعها هناك. وهذا هو الشكل بعد أن حددنا طول هذه المسافة المقطوعة وقسمناها على 2، نصف المسافة من هنا والنصف الآخر في الناحية الثانية، استنادا إلى المركز بطبيعة الحال. هذا هو لوح الخشب الرقائقي الذي وضعنا عليه العلامات. هذا هو السمك الرابتر.
وهذا هو المكان الذي سوف تسير فيه، يعني هذه هي المسافة المقطوعة حتى تحقق ذلك الحفر المائل. هذا المستطيل نضع على حوافه هذه القطع الخشبية حتى تحدد المكان الذي ستتحرك فيه الراوتر، وهذه هي القطع الخشبية التي سنقوم بتركيبها هنا. قمنا بقص 4 قطع، 2 لهذا الوجه و2 للوجه السفلي، ثم الآن نقطع الزاوية الأخرى وهي هذه الزاوية هكذا. نغير زاوية القطع هكذا، أن نقص قطع الماء هذه هنا بزاوية 90 درجة حتى تناسب هذا المكان. هذه هنا تثبت في هذا المكان، أما الأخرى فتثبت من الناحية الأخرى المقابلة له. نضع الغراء ونتركها حتى تجف. نضع عليها ثقل ونتركها حتى تجف. بعد جفاف الغراء نثبت بالبراغي. نحفر الثقب الأول ونحاول ألا نتجاوز ذلك الخط. هذا هو الشكل بعد الحفر. وضعنا هذه العلامات هنا وهي موافقة لطرف النقر من هنا وطرفها أيضا من هنا، ثم نضع هذه القطعة من الخشب يأتي الناحية ونعيد ثقب آخر. وهذا هو الثقب الآخر الجديد. هنا سنركب قطعة خشبية تكون قالب لكل نقر موالي له. نكمل تركيب هذه القطع ثم سنرى كيفية العمل عليها. وبنفس الطريقة نضع عليها وزن ونتركها حتى تجف. بعد جفاف الغراء نثبت بنفس الطريقة السابقة بواسطة هذه البراغي. نضع الراوتر في مكانها ونحاول تحريكها هكذا، فنجد أنها موازية لها تماما، أما الأمام والخلف فهي تتحرك بسهولة، أما هكذا فهي ثابتة تماما. وبنفس الطريقة نثبت الجهة السفلية أيضا. هذا هو شكل الخشب الرقائقي بعد أن ثبتنا عليه هذه القطعة الخشبية التي تسمح للراوتر بالذهاب والإياب حتى تصنع هذا الثقب المائل، وهي مثبتة من الجهة العلوية وأيضا من الجهة السفلية. الآن الحجم هو كبير جدا، فنقوم بقطع هذه الزيادة هكذا. هذا هو اللوح الخشبي بعد أن انتهينا من عملية القص عليه. هذا هو الثقب المركز، أما هنا هذا الثقب فسوف يكون، سوف نضع فيه دليل. حتى يحدد لنا الثقب الموالي هكذا. سوف نرى الآن كيفية العمل عليه. هذا مع طرف النقر هنا. ثم بعد ذلك نثبتها بالملزمة. نضبط عمق الريشة وفق الحفر المطلوب ونبدأ عملية الحفر.
ونرى أنها مع طرف الخط تماما. أما بعد أن وضعنا هذا اللوح الخشبي في مكانه، نرى أنه بارز من هنا، وهذا الجزء البارز سوف يدخل في هذا النقر، فنتحصل على نقر متوازن دائما بنفس المسافة. لاحظ أنه ثابت لا يتحرك، ولا نحتاج إلى ملزم، ونكمل بنفس الطريقة. وهذا هو اللوح بعد أن انتهينا من عملية الحفر عليه. أكملنا الناحية الأولى ناحية اليمين، نكمل الناحية الثانية، لأن الثقوب هي متقابلة. كل ما قمنا به هو أننا قلبنا هذا القلب، يعني فيه جهتين كما قلنا سابقا. أثناء الحفر بهذا القالب حدث معي مشكلة، وهذه المشكلة هي أنني عندما قلبت هذا القالب إلى الجهة السفلية لا يكون هناك توافق، تكون مضبوطة من جهة أم من جهة أخرى فلا. ولاحظ هذا الفرق الذي حدث هنا، يعني هذا الصف متقدم عن هذا الصف بنحو نصف سنتيمتر تقريبا، وهذا الأمر لا ينبغي. وحتى نعالج هذا المشكل نستعين بهذا اللوح الطويل هذا والذي وضعنا عليه هذا الحفر. قمنا بتغيير بسيط، وهو أننا أضفنا هذان اللوحان هنا، هذا هنا وهذا، ثبتناهما هنا بالبلاغي حتى يمكنهما السير هنا هكذا، هكذا ينتقل من المكان المحفور هذا إلى الذي بعده هكذا، ثم إلى الذي يليه. وهنا كيف حددنا هذا الحفر، هو أننا أرجعنا هذا القالب إلى المكان هنا، إلى مكانه الذي حفره سابقا. وهنا بطبيعة الحال اخترنا أحد الدفتين لتكون هي المرجع، قلنا أننا أرجعنا القالب إلى المكان الذي قام بحفره سابقا. ثم بعد ذلك نعلم هنا، نعلم بالقلم هكذا من هذه الناحية ومن الناحية الأخرى أيضا، ثم نغير إلى الأمام، يعني في كل مرة نقوم بتقديم القالب إلى الأمام، وكلما نقدم القالب إلى الأمام نعلم المكان، نعلم هذا المكان، نعلم مكان هذه القطعة هنا وهكذا حتى ننتهي منها جميعا. ثم بعد ذلك يكون هذا اللوح هو المرجع لكلا القطعتين، يعني القطعة اليمنى واليسرى أيضا. سوف نرى الآن كيف سنعمل عليها. هذه هي القطعة الخشبية التي ستكون مرجع للحفر في العملية القادمة إن شاء الله، وهذا هو اللوح المقابل لهذا. نلاحظ أن الحفر مائل هكذا ناحية اليسار عكس هذا، نريد أن نحفره تكون النهاية هنا عند هذا الطرف تماما. نثبت القالب، نثبته على اللوح باستخدام هاته الملزمة، ونبدأ عملية الحفر، يعني النقر الأول المائل. بعد أن حفرنا النقر الأول نرجع هذه القطعة إلى مكانه، ثم نضعه هنا هكذا. بعد أن وضعنا هذا المرجع في مكانه الصحيح نثبته بالملازم، ثم بعد ذلك نستغني عن هذه القطعة هنا
لأننا نحتاجه، لأن هذا القالب سوف يسير وفق هذه التدرجات. نلاحظ النتيجة، نبدأ بالجهة العلوية ثم نمشي معها ونرى. وهي مع طرف الخط تماما. استعمال هذا المرجع الذي نجعله في هذا الطرف ونثبته بالملازم مثل ما رأينا، فإن النتيجة ستكون مثالية فعلا.